اهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي، معانا النهارده الدرس الثالث بعنوان في الوحده الثالثه بعنوان مع اللي حياة افضل. يعني ايه العنوان ده بقى؟ احنا بنتكلم هنا في الدرس ده عن الحاجات اللي بتخلي حياتنا احسن، يعني هنتكلم عن الحاجات اللي الدوله بتوفرها لي عشان نخلي حياتنا كويسه وعشان تخلي حياتنا افضل. طيب الحاجات دي بقى بنسميها ايه يا سنه رابعه؟ بنسميها كلمه الخدمات. بنسميها كلمه ايه؟ الخدمات. يعني الحاجات اللي بتخلي حياتي كويسة، زي مثلا المدارس اللي انا بتعلم فيها، المستشفيات اللي بتعالج فيها، بنسميها ايه؟ بنسميها خدمات. بنسميها ايه؟ خدمات. طيب لو جيت سألتك قلت لك عرف لي يعني ايه الخدمات؟ الخدمات هي اي عمل او نشاط، اي حاجة بتقوم بها مين؟ بتقوم بها الدولة. اي عمل او نشاط بتقوم لي بالدولة، زي مثلا الدولة لما بتبني لي مستشفى اتعالج فيها، او بتبني لي مثلا مدرسة بتعلم فيها، دي ايه؟ دي خدمة. مين اللي بتقدمها لي؟ الدولة. عشان كده بنسميها خدمات. يبقى الخدمات اي عمل او نشاط تقوم به مين؟ الدولة. طيب الدولة بتقوم بالعمل ده او النشاط ده عشان تلبي احتياجات مين؟ احنا كمواطنين، حاجاتنا احنا، رغباتنا احنا، الحاجات اللي احنا عايزينها، فدي كلها بنسميها ايه؟ بنسميها الخدمات. بنسميها ايه؟ الخدمات. يبقى الخدمات هي اي عمل او نشاط تقوم به مين؟ الدولة. ليه؟ لتلبية حاجات او رغبات مين؟ المواطنين. طيب طب انا يا ميس مثلا اما باجي ادخل السوبر ماركت بدفع فلوس، هو ده يعتبر خدمه؟ لا. طيب انا مثلا لما بروح اشتري اي حاجه من اي مكان، ده يعتبر خدمه؟ لا. دي بقى بنسميها ايه؟ بنسميها السلع. بنسميها ايه؟ السلع. الحاجه اللي انا بدفع قصادها فلوس بسميها ايه؟ السلع. الحاجه اللي انا بدفع قصادها فلوس بسميها ايه سنه رابعه؟ السلع. يبقى تفرق لي بين تعريف الخدمه وبين تعريف السلع. السلع كل ما يتم انتاجه، يعني الحاجات اللي الدوله بتنتجها بس احنا بنعمل ايه؟ بنشتريها ونقوم بشرائه. يبقى السلع كل ما يتم انتاجه ونقوم بشرائه. زي انت مثلا لما تدخل تشتري حاجه من السوبر ماركت، تشتري اي حاجه من اي مكان وتدفع قصادها فلوس، دي بنقول عليها خدمه ولا بنقول عليها سلعه؟ لا، بنقول عليها ايه؟ سلع. يبقى في فرق بين تعريف الخدمات وفي فرق بين تعريف السلع. الخدمات ده اي عمل او نشاط مين اللي بتقوم بيه؟ الدولة، عشان تلبي احتياجات مين؟ المواطنين. اما السلع عكسها، كل ما يتم انتاجه ده الحاجة اللي احنا بننتجها وبنقوم بيه شراءها، بندفع فيها فلوس يعني. طيب ننقل على حاجة تانية. طب ما تقولي لي بقى يا ميس ايه هي الخدمات اللي الدولة بتقدمها لي؟ اقول لك والله الدولة بتقدم لي شوية خدمات عشان تكون حياتي احسن او افضل. ان ده اسمه مع اللي حياة افضل. ايه بقى الخدمات اللي الدولة بتقدمها لي عشان تكون حياتي كويسة؟ هقول لك عندنا خدمات تعليمية، وعندنا خدمات صحية، وعندنا خدمات امنية، وعندنا خدمات ترفيهية، وعندنا خدمات بيئية. تعال نشوف واحدة واحدة كده مع بعض، واشوف ايه نوع الخدمات اللي الدولة بتقدمها لي في كل واحدة فيهم. يلا بينا بقى يا سنة رابعة نشوف أول خدمات معانا الدولة بتقدمها لي، وهي الخدمات التعليمية. طيب الدولة بتقدم لي إيه خدمات تعليمية؟ أول حاجة إن التعليم ده من حق الجميع، أي حد فينا من حقه إن هو يتعلم، تمام. إيه كمان خدمات بتقدمها لي الدولة؟ بتبني لي مدارس والجامعات. أنت لما تكون كطالب في مرحلة ابتدائية، لما بتطلع مرحلة إعدادية بتلاقي مدارس بتتعلم فيها، لما بتطلع الجامعة بتلاقي كليات بتتعلم فيها. يبقى بالنسبة للخدمات التعليمية، التعليم من حق أي حد فينا. تاني حاجة الدولة لازم توفر لي مدارس أتعلم فيها وجامعات أتعلم فيها. كمان الدولة بتوفر حاجة كمان اسمها المنح والبعثات الدراسية للطلاب. يعني إيه مثل المنح والبعثات دي؟ بص، أنت لما تكون طالب متفوق الدولة ممكن إن هي تعمل لك منحة أو بعثة على حساب الدولة، يعني تسافر تتعلم بره. تكاليف السفر، أي تكاليف بتكون على حساب مين؟ الدولة. بس دي بتكون طبعا مش لكله، دي بتكون للطلاب المتفوقين بس. عشان كده بنقول الدولة بالخدمات التعليمية بتقوم بثلاث حاجات. أول حاجة توفير التعليم للجميع، تاني حاجة بناء المدارس والجامعات، تالت حاجة توفير المنح والبعثات الدراسية للطلاب. عرفتي يعني ايه المنح والبعثة الدراسية؟ يعني ان انت تسافر تتعلم بره على حساب مين؟ على حساب الدولة. ده الخدمات التعليمية. طيب تاني خدمات معانا هي الخدمات الصحية. الدولة بتوفر لي ايه كخدمات صحية عشان تكون حياتي احسن؟ قال لك اول حاجة بناء المستشفيات والرعاية الصحية.
انا دلوقتي لما بتعب بروح اتعالج فين؟ في المستشفى. ومين اللي بيقدم لي الرعايه الصحيه؟ برضو الدوله. يبقى دي خدمات الدوله بتقدمها لي، بتقدم لي المستشفيات اللي بتعالج فيها، وبتقدم لي الرعايه الصحيه اللي انا بحتاجها. كمان الدوله بتوفر حاجه كمان اسمها الادويه والامصار. ايه مثل الامصار دي؟ دلوقتي لما يكون في فيروس مثلا زي ايام فيروس كورونا او حاجه، مين اللي بيوفر لي المصل اللي باخده عشان اتعالج؟ الدولة. يبقى اللي بيوفر لي الأدوية وبيوفر لي الأبصال كمان مين؟ الدولة. يعني مصل يميز، زي مثلا لما يكون في مرض أو أي حاجة، فيروس أو أي حاجة، بناخد لها حاجة اسمها إيه؟ مصل. ده بنقول عليه الأبصال. يبقى الدولة بتوفر لي في الخدمات الصحية المستشفيات والرعاية الصحية، كمان بتوفر لي الأدوية والأبصال. تمام. طيب ايه كمان يميز خدمات الدولة بتوفرها لي؟ عندنا الخدمات البيئية. طيب الدولة بتوفر لي ايه في الخدمات البيئية؟ اول حاجة لازم الدولة توفرها لي نظافة الشوارع والميادين. الناس عمال النظافة اللي شغالة في الدولة دي عشان تنظف لنا الشوارع والميادين. يبقى دي كلها خدمات ايه؟ خدمات بيئية. كمان الدولة بتعمل على مراقبة الانشطة، سواء النشاط الزراعي او النشاط الصناعي. بمعنى يعني هي بتراقب لي الانشطة اللي يمكن انها بتأثر لي مثلا على البيئة بالسلب. واحد مثلا بيضر التربه، بيضر مثلا ميه نهر النيل، بيضر مثلا الصناعه، كل ده مين اللي بتراقبه لي؟ الدوله. الدوله كمان بتراقب للانشطه اللي يمكن اللي هي بتاثر على البيئه، سواء كان ده نشاط مثلا صناعي غلط او نشاط زراعي غلط. دي ايه؟ دي الخدمات البيئيه اللي الدوله بتعملها لي عشان تكون حياتي احسن. يبقى الخدمات البيئيه زي ايه؟ زي واحد نظافه الشوارع والميادين. تاني حاجة مراقبة الأنشطة التي يمكن أن تؤثر على البيئة، زي النشاط إيه؟ زي النشاط الصناعي وزي النشاط الزراعي. رابع خدمات بقى معانا عشان رابع هي الخدمات الأمنية. طيب الخدمات الأمنية بتنقسم لإيه؟ بتنقسم من إما رجال الشرطة يا إما رجال الجيش. طيب عايزين نعرف إيه هي مهمة رجال الشرطة وإيه هي مهمة رجال الجيش. بالنسبة لرجال الشرطة، حماية المؤسسات. أي مؤسسة مين اللي بيحميها لنا؟ رجال الشرطة. اي واحد خارج على القانون مثلا مين اللي بيقبض عليه؟ رجال الشرطه. يبقى مهمه رجال الشرطه حمايه المؤسسات والقبض على الخارجين على القانون. طيب بالنسبه لرجال الجيش بقى، مين اللي واقف على حدود الوطن وبيسهر على امنه ضد اي معتاد؟ رجال الجيش. يبقى رجال الجيش على حدود الوطن اللي هم بيحموا لنا الحدود، اما رجال الشرطه دول اللي بيبقوا جوه البلد بيحموا لنا المؤسسات ويقبضوا لنا على الخارجين على القانون. طيب دي بالنسبه للخدمات الايه؟ بالنسبه للخدمات الامنيه. طيب بالنسبه بقى للخدمات الترفيهيه، ودي اخر خدمات معانا الدوله بتقدمها لي. طيب الدوله بتقوم اول حاجه بانشاء الانديه الرياضيه. النادي الرياضي مثلا اللي احنا بنروح نتفسح فيه. معنى الخدمات الترفيهيه دي اللي هي الفسح. يعني الدوله بتعمل لي ايه كفسحه بالنسبه كخدمات بالنسبه ترفيه؟ اول حاجه انشاء الانديه الرياضيه. ثاني حاجه الدوله كمان بتحاول انها تحرص على رعايه المواهب، نشر الفنون. بمعنى مثلا لو تسمع كده عن مسابقات الدوله بتعملها، مش عارفه للغنى، مسابقات للشعر، الالقاء، القصايد، دي كلها الدوله بتشوف اي حد عنده موهبه وبتحاول ان هي ترعاها وتعمل لهم مسابقات. يبقى الدوله بالنسبه للخدمات الترفيهيه والثقافيه، اول حاجه بتنشئ لي الانديه الرياضيه، ثاني حاجه الحرص على رعايه المواهب وايه ونشر الفنون. كمان الدوله عملت لي السينما، دور السينما، المتاحف زي المتحف القومي للحضارة اللي الدولة افتتحته لي قريب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يبقى دي كلها خدمات ايه؟ خدمات ترفيهية وثقافية. يبقى انشاء الاندية الرياضية، الحرص على رعاية المواهب ونشر الفنون، اخر حاجة معنا انشاء دور السينما والحدائق والمتاحف زي ايه؟ زي المتحف القومي للحضارة. يبقى احنا اتكلمنا عن ايه النهاردة يا سنة رابعة؟ اتكلمنا عن تعريف السلع والخدمات، واتكلمنا عن الخدمات اللي بتقوم بها الدولة زي الخدمات التعليمية والخدمات الصحية والخدمات البيئية والخدمات الامنية والخدمات الترفيهية. بكده نكون خلصنا نص الدرس. كانت معكم ميس هدى النقيب من قناة بديل الدرس.